يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يصح أعطاء زكاة مالي من كان لي عنده دين علما بأنه فقير محتسبا تلك الزكاة من الدين الذي عنده؟ لا، ما يجوز تحسب الزكاة من الدين الذي على الفقير. تعطي الفقير الزكاة وهو يتصرف فيها، أما أنك تقول بحسم من الدين اللي عليه واجعله زكاة، هذا لا يجوز، ما يغني عن الزكاة. الله جل وعلا يقول: وآتوا الزكاة. والإيتاء معناه الدفع، الدفع إلى الفقير والمحتاج. أما إلغاء الدين عنه، هذا ليس إيتاء للزكاة. نعم.